السلام عليكم ورحمة الله، نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من برنامجنا الحقوقي الإنساني لست وحدك. نتلمس معا مواجع إنسان اليمن الذي فرضت عليه الميليشيا الانقلابية حروبها وحرمته من حقه في الحياة حرا كريما ككل شعوب الأرض. في كل دول العالم تعمل الدولة على توزيع الثروة بعدالة على مواطنيها. صحيح لا يمكن أن يكون الجميع متساوين في مستوى الثروة، لكن الدول تعمل جاهدة على رفع مستوى كل أفراد المجتمع إلى ما فوق القدرة على تلبية الاحتياجات، ولذلك تقدم المساعدات للفقراء وذوي الدخل المحدود، حتى أولئك الذين يقفون خارج سوق العمل لعجزهم عن العمل أو لنقص في فرص العمل، فإن الدولة تتكفل بمنحهم من المال العام ما يكفي لحفظ كرامتهم ومواصلة الحياة. لكن هذا لم يكن يحدث في بلادنا. الضمان الاجتماعي كان واحدا من أهم عناوين الفساد المالي والسياسي، والفقراء الذين يحصلون عليه كانوا يحصلون خلال 3 أشهر على مبلغ زهيد لا يسد حاجتهم لنصف شهر، بل إن رواتب الموظفين أنفسهم أولئك الذين يأخذونها بعرق جبينهم لم تكن تتناسب لا مع جهدهم ولا مع حاجتهم. هذا عن الموظفين، فماذا عن الملايين من المواطنين الذين يعيشون على هامش الفقر بعيدا عن مصادر الثروة تهلكهم الحاجة وتنحتهم الأمراض وتنتهي حياتهم قبل أن تبدأ؟ يعيش ملايين الناس على حافة الستر، لكنه سرعان ما ينكشف وتصبح الحياة ثقلا يصعب احتماله. 11 يتيما في الفيلم التالي نشاهده ثم نعود. بنت زوجها كان شقي عليها بموتور وكلها، المهم مرتاح لها قليل الحمد لله، قزم مع دبة غاز حرق بالقاطرة، ولا أنا شليت بنتي عندي ما لقيت لها شحنة تسكن، السكنات عندي وأنا أخرج أدور لها من لقمة من هنا لهنا، ألقي الحمد لله فراشات وحين الحمد لله قليل الرز مطبوخ وحين الحمد لله قليل المراق وحين جزاهم الله مئة خير الجيران. يعني هو جازا كان بالمطر حرق بالقاطرة، حرق عدني حامل بداء بعدين كل حاجة قصة عندمو دي كل شيء تستولي منك تخرج تشحط لها سطرة حاجة أكلت هنا ودفعت هنا غير ماشي، يعني واحد واحد كم نهلا خير يساعدني إحنا من الجنة. حرق عدني حامل باب الجاهل وتوفي الله يرحمه، إحنا دحين نحتاج كل شيء بس معنا إيمان، معي 2 جهال، معي واحد عمره 6 أشهر والثاني عمره 6 سنين، يعني محتاجين وهذا بس نقول لهم الله الحمد ايش نسوي. معنا 9 و2 بالقرية، قادم اليوم دعم واجد أطفال، أنا مربي أطفال ما معيش مزوجين، هذاك البنت اللي كان مزوج عايشة عند أمي ومعي 2 جهال، يعني حالتنا إحنا صعبة ومعي أخوات وذا، يعني لو حصلنا حقيقة إحنا نقسم النص ونص ما فيش حاجة، يعني ها يوم كي يوم كم عم نسوي. بعد ما توفي زوجي قد قسيت عند أمي وحالتنا إحنا صعبة ومن هنا كثير وسط البيت، يعني ما نلقش حاجة لها يعني اللي يجيبه إحنا الله تمام، من إحنا 9 وسط البيت يعني قال احنا نضيف نصيبنا. اطفالي كلهم قصر كلهم صغار ولا معين واحد من الكفنين، والجيران دارين انه ما معيش احد، حدا ما متحسن علي بقى الروتي قال الشاهي عاد الصلاه قذك حقها من دولي بشاهي، ما معيش احد معوني ولا حد يندلي معي الله يندلي، انا متكل على الله. كان وضعي يعني تمام، ما كنت عند زوجي كان وضعي تمام، ما كانش في حاجه كنت مرتاحه اللهم لك الحمد، بس من بعد ما مات خلاص بعد ما حرق ومات خلاص فقدنا جوعنا واتبهذلنا وشتتنا ومن بقعة لبقعة ولا ندل لنا مكنوا نحن نزحنا من هناك كينا لهنا ولا حصلنا حاجة الله، يعني
بالحرب ده صح اني فقد زوجي، يعني احتجت حاجة كثيرة صح، ده يعني ما حصلت وهنش تمام، يعني زي تقول ايش اقول لك، يعني محتاجة حاجات كثير. اللي فقدته زوجي، واللي احتاجة اني احتاج حاجات كثير لعيالي، واحتاج حاجات كثيرة ايش بكد، احتاج زي تقول مصاريف لقالي، احتاج زي حاجة كانوا كليه، حاجة اللي نحتاجها نشتيها ما نحصلش. لا في معي مرض اجلس اخص رقعة واكمد لهم، ولا اروح اشحط لهم من حبة برمون، ملقش الحبة، انا ادوخ من نفسي، انا مرض عند القلب من نفسي، ملقش اقرد اخذ من شارع على شارع، هذا حقف طرف الشارع، وهذا حقي كلها كل عمليات انا ما اتحمل، الحمد لله بفضل الله. يعني لو مرض تعب اضطرني اخلوه كذا وكيف على صيفه، من فين الصيفه كل حاجه يشتري بياس، من فين اجيبني انا يا الله، امي قالت تخرج الشهوات تدي هنا اللقمه، ما فيش معانا حاجه ولا حفاضه، قايل اي حفاضه خليها لمين بالله، لا الساعه 4 بالعصر، الساعه 4 بالعصر غيره لو فعله لا الصبح كيف فعل، وهذا ممرضه هذا بين كتمه، تكون تافك تافك عاد ما كان ما فيش حركه، انت تطلعين نقطه يعمل له ابر هنا، عمل له بخار لحين تكون تافك، قرروا لي رشدة علاقات دنيا دنين، منين اروح عندي، وهذاك الثاني كلهم امراض ما اقدرش انا اعالج، يلا واني ازرق عمر عندي لمبرم ولا شاح وترا ما اكل اشرب لمبرم ما اقدرش، ولا عاني يا اخي قدرت لشيء، خلاص تعبت. والايجر قوي حارب غير الحرب، يقول لك سلم ايجر ولا خرقيش، غلق الباب للشارع، وكل يوم بهذله طلعت ونزلت علينا، بهذا ربنا بهذا ما لناش رحمه القلوب مع نعمل، اللهم لك الحمد، نحمد ربنا نشكره. بيتنا احنا ايجار الصب 25,000، كلهم ايتام بيتوفي ومات، واني بعد ما مات زوجي قسيت عند امي هنا وعيالي الاثنين، يعني منهم اللي يتم وصبت يقول يعني 9، معانا ابو البيت كل ساعه وقاب هذا البنات كل ساعه، اقاتل هناك القان المره الاولى قالوا شنو كن شنو ندير لك بيت تسكن انت، قالت لم لنا بيت ولم لنا حاجه الله، صوروا نحن واكل القهار وعملوا القهار ولم لنا حاجه الله، الامر روح لسه انت عم صور اقوم، وانا بالوضع هذا اللهم لك الحمد، حتى الفراشتنا معيش، اللي يموت يندل لي فراشه لقوها لي بفضل الله الحمد لله، ولا نقري واخرج ولا ما ياخذ لي ايجار، هذاك ندير لي 200 وهذاك يفرق لي 300 وهذاك 400 وهذاك، وقال سواسو لقط له الايجار حقه، بشر 20 20 20 20 20 20 من يوم الحرب لا ذحين هو كان الايجار، ما هلش عندهم رحمة القلوب الحمد لله. يعني اللي شي يقوله الناس انهم يساعدوني هنا ويفعلوا معانا خير، وربي يجزيهم على خير حقهم بصراحة، يعني احنا محتاجين جدا، حتى قال لي ادعمني قهالي لا كسا قهالي لا دفاع قهالي لا اكل قهالي ايقر بيت، نحن كل ساعة بالبيت خرج نحن دق الباب ولا معانا حاجة الله، معانا الله سبحانه وتعالى، اخرج هو يندلنا من هنا قيرو تعتم مشبعش الاكل، وذا الحمد لله اللهم لك الحمد، لا نقول لقاوع ولا نقول عاطشين، نقفز لهم من هنا من هنا نديرهم نجلس، بعضهم نرقد قاوعين ما معناش اللقمة الحمد لله اللهم لك الحمد، نحمد الله ونشكره، وتبانتي ما قبلوا النش عندهم الحمد لله، اتكفلت بهم ربيتها اللهم لك الحمد، لا نش عمل خير استقل لي حتى بيت تسلم لي ايجار خلاني اسكن انا قهالي، جزاه الله ميات خير اللي شعمل هذه الحسنات. صورنا هذا الفيلم قبل حرمان كل موظفي الدولة من رواتبهم، الفقراء الذين كانوا يتصدقون على الأشد فقرا صاروا بلا رواتب، لم يعد لديهم ما يعيشون عليه هم وأولادهم فضلا عن جيرانهم، 10 ملايين طفل تقول اليونيسف أنهم بحاجة للمساعدات، 10 ملايين طفل يعني أن قليلا فقط من الأسر في اليمن لا تحتاج للمساعدات، وغالب هؤلاء لم يكونوا بحاجة للمساعدات
قبل الانقلاب كانوا يطوون على أنفسهم ستار الصبر والعفاف ويتصدقون من القليل الذي يملكونه على الآخرين. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالناشطة الحقوقية حياة الذبحاني، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفتي الناشطة الحقوقية حياة الذبحاني. مرحبا بك أستاذة حياة. مرحبا، أهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. شاهدنا قبل قليل قصة أسرة أو أسرتين بالأصح، مات عائلهما في حادث حريق قاطرة الغاز، ومنذ ذلك الوقت وهم يعيشون ظروف أصعب مما كانوا يعيشونها قبل وفاة عائلهم، وهكذا هو حال غالبية الأسر الآن. نريد أن نعرف عن أوضاع الناس في تعز الآن، كيف أصبحت خاصة مع انقطاع الرواتب؟ نعم، الأوضاع في مدينة تعز هي أوضاع مأساوية للغاية، كارثية للغاية. هذه المدينة المحاصرة والمنكوبة منذ عام ونصف، كان البعض يتحجج بأن هذه المدينة لا تدخل إليها الإغاثات أو المنظمات بسبب الحصار، لكن كسر الحصار الآن عن المنفذ الجنوبي الغربي وفتحت طريق الضباب التربة عدن، ولم نرى أي من تفاعل البعض لإغاثة هذه المدينة. الجوع هنا أصبح في مدينة تعز مدقعا والفقر كذلك، الأوضاع مأساوية للغاية. نحن أمام مستشفيات متهالكة للغاية، لا تمتلك أبسط مقومات التطبيب. كان قمنا باستبيانات في الأوساط هنا في مدينة تعز، وتبين لنا بأن 60% من سكان هذه المدينة لا يتعاطون سوى وجبة واحدة في اليوم، كان ذلك قبل أن تقوم ميليشيا صالح والحوثي بعبث الرواتب. أما الآن فالأوضاع فعلا كارثية للغاية. نحن ننادي وننشد كل المنظمات التي تعنى بالإنسان وبحقوق الإنسان أن تنظر إلى على ذكر الإغاثة والمنظمات الإغاثية، بطبيعة الحال الآن أصبح الجميع في الوطن يعانون، سواء المدن أو المحافظات التي تتعرض للحصار أو تلك التي لا تتعرض لمثل هذا الحصار، لكن ما تعانيه تعز مضروب في أضعاف كثيرة عما يحدث في بقية المحافظات. جهود الإغاثة، تحدثت كثير من المنظمات خاصة المنظمة الأممية أن الهدنة الأخيرة ستكون أو سيكون هدفها هو إيصال الإغاثة إلى تعز. هل وصلت هذه الإغاثة أو لديكم أنباء عن قرب وصولها أو تنسيقات للمنظمة الأممية مع منظمات على الأرض في تعز؟ لم تدخل أي من القوافل الإغاثية أو حتى الطبية والدوائية إلى مدينة تعز. نحن حتى اللحظة نتلقى هذه المدينة معونات من مركز الملك سلمان للإغاثة، وهي جهود جبارة. نحن نشكر المملكة العربية حيث هل تكفي هذه ما يصل من هذا المركز؟ نعم، هي في حقيقة الأمر لا تكفي، لكنها تسد قليل من رمق هؤلاء الجياع في هذه المدينة. نحن كذلك نلفت الانتباه إلى أن مدينة تعز سقط فيها العديد من الشهداء. هؤلاء الشهداء الذين أصبحت عائلاتهم الآن على خط الفقر وعلى شفا جرف الجوع. نحن نقوم بجهود في هذه المدينة، جهود خيرية، جهود الجمعيات والمبادرات. نعم، هل هناك إحصائية لأسر الشهداء؟ نعم، حتى الآن سقط في هذه المدينة 3102 من الشهداء. إذن أكثر من 3000 أسرة أيضا تقف خلف كل شهيد من هؤلاء، أليس كذلك؟ أضف إلى ذلك عائلة الجرحى الذين هم الآن في خط الإعاقة، والذين كذلك تضررت عائلاتهم كثيرا بسبب هذه الأوضاع.
أضف إلى ذلك ليس فقط الجوع من يهدد مدينة تعز، فقط الأوضاع الصحية في مدينة تعز. نحن ناشدنا مرارا وتكرارا وزارة الصحة بأن تلتفت إلى هذه المدينة. قمنا بوقفات احتجاجية عديدة في شارع جمال لنلفت الانتباه إلى قضية الأوضاع الصحية في مدينة تعز وإلى قضية الجرحى. نحن نسمع وعود في حقيقة الأمر، لكن كما يقال نسمع جعجعة ولا نرى طحينة. حتى الجعجعة يبدو أنها توقفت أخت حياة، حتى الجعجعة يبدو أنها لم تعد تعنيهم ولم تعد تدخل في حساباتهم ولا فيما يفكرون فيه للأسف الشديد. فلذلك لم تكن ثورة 11 فبراير عبث ضد هذا النظام الذي حاول أن يغرق البلاد في نظام المحسوبية ونظام الرشوة ونظام العبث الذي كان يصنعه نظام المخلوع صالح. هنا في كل الجمهورية اليمنية ستحدث ثورة جياع قادمة لتنتفض على نظام الحوثيين، لتسقط عروشهم التي أرادوا أن يبنوها على حساب هذا الشعب الجائع الذي أحلامه بسيطة للغاية، هو أن يشبع جوعه أمام على حساب أقوات الناس ودمائهم أيضا. لو عدنا حياة إلى موضوع الجرحى، هل من تطور في هذا الملف؟ سمعنا أنه يعني تطورات حول تسفير عدد من الجرحى، هل سافر بعض الجرحى لتلقي العلاج وهل تلقى البقية يعني ما يحتاجونهم لعلاج جروحهم؟ نعم، بعد سنة ونصف من المناشدات استجابت لنا وزارة الصحة وقاموا بتسفير 43 من الجرحى إلى مدينة السود إلى دولة السودان الشقيقة، ولكن في حقيقة الأمر هناك كثير من الشكاوي التي تلقيناها من الجرحى في مدينة السودان وفي دولة السودان تحديدا الخرطوم، في مستشفيات السودان بالخرطوم. نعم، يشتكون من الخرطوم. نعم، هناك كثير من الجرحى تواصل معنا وقالوا بأنهم لم يجدوا الرعاية الصحية المثلى لهم في مستشفيات السودان. أضف كذلك إلى أننا نقوم الآن بتجهيز 300 ملف ل 300 جريح تكفلت بعلاجهم دولة تركيا الشقيقة، ونحن نحيي دولة تركيا على هذه الجهود الجبارة. ولن ينسى الشعب اليمني ما قدمته تركيا في هذه الظروف الراهنة والخطيرة التي تمر بها مدينة تعز. أضف كذلك إلى هل بدأ سفر هؤلاء بالفعل؟ نعم، هل بدأ سفر هؤلاء الذين تكفلت الجمهورية التركية بعلاجهم؟ هل بدأوا إجراءات السفر؟ نحن في صدد التنسيق لتسفير هؤلاء الجرحى ولإعداد ملفاتهم. ستستكمل اللجنة بعد غد آخر يوم لتجهيز هذه الملفات لكي ترفع هذه الملفات إلى دولة تركيا الشقيقة. ومن ثم سيكون التواصل رأسا مع الجالية اليمنية هناك في مدينة تركيا لتنسق لهؤلاء الجرحى. ما أردت كذلك أن ألفت انتباه هنا بأن مركز الأطراف في مدينة تعز توقف حاليا بسبب أن الأوضاع المادية أصبحت كذلك مزرية للغاية. هذه كارثة أخرى تهدد الجرحى هنا في مدينة تعز، ولكن الذين يحتاجون لأطراف صناعية ولعلاج طبيعي ولجلسات علاج تدليك وما شابه. نعم، يغلق بابا آخر ليفتتح باب آخر. نحن نحيي الناشطة اليمنية توكل كرمان الحيزة على جائزة نوبل للسلام، والتي بادرت بإنشاء مركز للعلاج الطبيعي هنا في مدينة تعز. هذا المركز كذلك سيضيف رصيد كبير للجانب الصحي هنا في مدينة تعز، حيث سيخفف عبئا كبيرا عن الجرحى في هذه المدينة، لأن الجرحى الذين كذلك سيعودون من التطبيب خارج البلاد هم يحتاجون كذلك إلى جلسات تطبيب فيزيائي وجلسات في العلاج الطبيعي. نعم، هذه المدينة لا زالت صامدة في وجه كل القبح. هذه المدينة ستربط على بطنها من الجوع، لكنها تنتظر مستقبل يحط هذه المدينة ويحييها ويكرمها على قدر التضحيات التي قدمتها مدينة تعز. ليس فقط ما تعانيها مدينة تعز هو حصريا عليها، بل كل أنحاء الجمهورية هي من صحيح تعاني. وإنما في تعز نقول دائما أن في تعز تتجلى مأساة اليمن بشكل عام،
وتعز تدفع الثمن الأكبر والأفدح في هذا الصراع وفي مرحلة كفاح هذا الشعب من أجل الحرية واستعادة الجمهورية وقيم الجمهورية. أخت حياة، لو ذكرنا المشاهدين بأعداد وإحصائية الجرحى، كم جرحى محافظة تعز؟ نعم، جرحى مدينة تعز يزيد عددهم عن 15,000 جريح. لدينا كذلك قائمة تطول من الجرحى، ولا زالت الأعداد مرشحة للزيادة، ولا زالت الحرب مستمرة حتى اللحظة على مدينة تعز، ولا زالت القذائف تتوالى على قرى وعزل ومديريات وأنحاء مدينة تعز. البارحة انفجر لغم في منطقة الضباب اليودي بثلاثة شهداء و13 من الجرحى بسبب انفجار لغم. نعم. على حافلة زرعته ميليشيا صالح والحوثي في منطقة الضباب. في حقيقة الأمر هذه ميليشيا تريد أن تركع الشعب اليمني بكل ما تمتلكه من وسائل، استخدمت القذائف والصواريخ. نعم. الكاتيوشا وكل الأسلحة، الحصار، التجويع، النهب نعم. وهي الآن تستخدم سلاح التجويع لتركع الشعب اليمني حتى يعود الشعب اليمني إلى مسبق ما كان عليه. نحن ننظر وقد عادت الظواهر، عاد الجوع وعاد الخوف وعادت الأمراض كما نرى يعني. لكن نحن نتفائل بأن الشعب اليمني سيخرج من عنق هذه الزجاجة. نحن نتفائل بأن الشعب اليمني عصي وجبار على الانكسار وعلى هذه المشاريع الظلامية. نحن متأكدين وواثقين بأنها ستفرق قريبا على هذا الشعب بإذن المنكوب. الله، الشعب الذي حاول علي عبد الله صالح أن يصنع منه صنما يحاول بقدر المستطاع أن يسيسه وأن يكون له عبدا مدى الحياة، لكن نعم. الشعب اليمني انتفض في وجه المخلوع الذي أسلم البلاد حاليا إلى ميليشيا صالح والحوثي وإلى مشاريع ظلامية أخرى. أنا أريد من هنا كذلك أن أوصل رسالة إلى كل العالم، إلى كل العالم، لأقول لهم انظروا إلى مدينة تعز. تعز تحتاجكم اللحظة، تعز تنتظر كل الجهود لتصب فيها هذه المدينة التي تشمخ بها كل الجمهورية اليمنية. نعم. أنا لا أتعصب لهذه المدينة كوني منها، ولكن في حقيقة الأمر تعز هي رئة اليمن وقلب اليمن النابض، فلذلك يحاول الآن بقدر المستطاع الضرب بين فصائل المقاومة في هذه المدينة. يحاولون كذلك تشويه بعض صور المقاومة وبعض كذلك من يحسبون على بعض التيارات السياسية في هذه المدينة لكي يحاولوا أن يصلوا إلى معارك. نعم. أخرى، لكن الجمهورية اليمنية بأسرها وتعز صفا واحدا لكي تكون حجرة عثرة أمام هذه المشروع الظلامية. فلذلك أنا أدعو الجميع بأن يلتفتوا إلى مدينة تعز وأحيي فاعلي الخير في نعم الحقيقة العالم. أنه أصبحت اليمن كلها بحاجة إلى مد يد العون من طرفها إلى طرفها بسبب هذه الحروب وسيطرة الميليشيا الإنقلابية على مقاليد الأمور ونسف المؤسسات الدولة وتدمير كل ملامح الدولة والعودة بالمجتمع إلى حالة الانفلات وحالة ما قبل الدولة. الناشطة الحقوقية حياة الذبحاني أعطيتنا صورة واضحة عن الوضع الاقتصادي لمدينة تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. في أمان الله.